وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى المحطة الثالثة لأخبار الحرارة ودرجات الحرارة المتوقعة غدا. نعم، ومع تقلبات الجو رغدة أبو ليلى تطلعنا بمزيد عن الأخبار والتفاصيل. تفضلي رغدة. شكرا لكم نهى توفيق ومصطفى مزارع. والآن فمع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء. مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 31-23 الطقس حار، الإسكندرية 29-23 الطقس هناك مائل للحرارة. مطروح 27-23، بورسعيد 29-23، الإسماعيلية 32-21. ننتقل إلى السويس 32-22، العريش 29-22، طابة 34-24، شرم الشيخ 34-27، الغردقة 35-27. بالنسبة للأقصر 39-24، أسوان 40-25، الوادي الجديد 39-25، شلاتين 35-26، أخيرا حلايب 30-27. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية.